أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل الأعمال الصالحة التي يعملها الولد يؤجر عليها والده لأنه هو المتسبب في وجود ولده؟ ولد صالح يدعو له إذا دعا له، هذا لفظ الحديث، إذا دعا له، أما إذا لم يدعو له ليس في هذا دليل على أنه يؤجر على عمل ابنه. نعم.